لحظات. الله على الكرة، على إبداع، على النهاية، يا سلام على كرة في المرمى. ضاعت الكرة. الآن نشاهد هجمة واحدة من جانب فريق فاوندرز. محاولة لإيجاد ثغرة وإيجاد مساحة. الله على هذا التصدي، إيقاف لخطورة الكرة هنا، ومنع استقبال هدف آخر. آلي محاولة لوضع الكرة في المرمى. تدخل واللاعب يفقد الكرة. برناردو سيلفا تحفة خطرة مع جريزمان. يا ودخلت وحركت الشباك. من يصدق هذا الهجوم الكاسح في أرضية الملعب؟ كيم ليتل، عودة إلى برناردو سيلفا. تدخل ممتاز يبعد الخطورة. أنطوان كريزمان وصلت إلى برناردو سيلفا، وصلت لكلود ماكيليلي. بكل شجاعة انظر إلى التدخل الحاسم. محاولة فتح اللعب الآن على الجانب الآخر. والآن إلى سمولاريك بدون خطأ يحصل على الكرة في 18. هي التسديدة، مستحيلة هذه. أليسون بيكر بالسرعة بردة فعل خيالية ينجح في التصدي. أي إبداع يا أليسون، الله على البرازيلي. تنفذ الضربة ركنية باتجاه منطقة الجزاء. موقف صعب مع هذه الضغوطات. ممتاز الضغط على الخصم فيها. أليسون يتصدى لكن ما زالت خطيرة. تنتهي خطورة هذه الهجمة في هذه اللحظة. تمريرة تفتقد للدقة وتخرج إلى خارج الملعب. رمية تماس إذن. ليتل وصلت إلى ليتل. انظر إلى البينية الحاسمة هنا. نجم اليوم بلا منازع، هاتريك للمرة الثالثة يزور الشباك. أوهو، هاتريك ورقم شخصي مميز في المباراة. قد نشاهد المزيد في الدقائق المقبلة. روبرتسون، انطلاقة ممتازة هنا في المساحة المتاحة على جناح الملعب. تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. الحارس يتصدى للكرة بدون صعوبات. مع اقتراب الشوط الأول من نهايته يسيطر أصحاب الأرض هنا بالطول والعرض. يا له من أداء قوي حتى هذه اللحظة في هذا الشوط. يبدو وكأن الفريق يسجل من كل فرصة تأتي أمام المرمى. قوة كبيرة في الملعب وفرض أسلوب اللعب وتحكم كامل في المباراة. كرة بينية فيها خطورة الآن. أوهو، اعتراف في منتهى الروعة. ركنية في منتصف ال 18 من توني كروز. بلوك رائع هنا.
كيم ليتل، برناردو سيلفا. بينية خطيرة، هل تستغل هذه العرضية؟ دقيقة واحدة مشاهدينا كوقت بدل ضايع. بينية تكسر الخط الخلفي، يضحك المرمى. إذا نهاية مجريات أحداث الشوط الأول. عودة الآن في هذا اللقاء وانطلاق الشوط الثاني. فريق يونايتد في موقف لا يحسد عليه حيث يتأخر بفارق كبير في النتيجة. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. محاولة هجومية هنا. تدخل وابتكاك في منطقة الجزاء. راحت إلى سانت ماكسيمال. كنا لكريسمان فيها خطورة. تسديدة قوية من مسافة قريبة. لكن الكرة بتمر، الكرة بتعدي. كان ممكن تستغل بشكل أفضل، بشكل مثالي في التنفيذ. الكرة جواو كاسيلو، وصلت إلى سان ماكسيما. غريزمان، يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. كرة ملعوبة للمرمى لالتقاطها بسهولة. ليتل، راحت عند ليتل. أصوات الجماهير ترتفع من أجل التسديدة. الفريق الآخر يبعد الكرة. سيلفا بمرتيها من الدفاع بشكل مثالي. والعرضية مميزة هنا. كرة بتعدي. تشافي سيمونز، تدخل في توقيت مثالي لإنهاء الخطورة. هنا تشافي سيمونز، عمل ممتاز. الله على التسديدة. شوف الكرة راحت، ضاعت الفرصة، علت العارضة في اللقطة الماضية. بانتظار قرار حكم المباراة في اللقطة بعد احتسابه الخطأ. أنطوان غريزمان، دفاع قوي وتدخل ارتكاك الكرة.
يستعيد الاستحواذ. كان في فرصة خطيرة لكن امتياز في التدخل. غريزمان. تدخل وكرة تبعد. أنطوان غريزمان. فرصة خطيرة هنا. اعتراض حاسم في توقيت مثالي يمنع الخطر. برناردو سيلفا. في منطقة الجزاء يستعيد الكرة. يأتي وقت التغيير في هذه اللحظات والخروج للزكاة. سام ماكسيمان. راحت إلى سام ماكسيمان. هذا الهدف اكتساح كامل في الهجوم وفي النتيجة وفي كل شيء في الملعب. وصلت إلى تشوميني وهنا قد تشكل خطورة. مستحيل الكرة في المرمى في هذه اللحظات. الله على الكرة، على الإبداع، على النهاية. يا سلام على الكرة في المرمى. ولا ركلة ثابتة بعد هذا التدخل الخاطئ. تدخل ناجح في قطع الكرة في هذه اللحظات. فرصة للتقدم على الأطراف من جانب فريق الفانتاز. يا رب غريزمان يضع الكرة في الشباك. نشوف إعادة الهدف. بداية من الون تو بين اللاعبين وبكل قوة تأتي التسديدة هنا. حلوة هذه الكرة ولا يمكن إيقافها من هذه المسافة. مين تقدم ممتاز باتجاه المرمى. يتألق الحارس ويتصدى. تصل الكرة لماكاليلي. تصل عند كانسيلو. تحت الضغط الآن. ثلاث دقائق تفصلنا عن صافرة النهاية. ممتاز التدخل، ناجح في استعادة الكرة. تنتظم الكرة وتخرج إلى رمي التماس. يتقدم بالكرة باتجاه المرمى. فرصة خطرة مع غريزمان. مستحيل اللعبة. كم أصبحت الغلة الآن. ما هذا الهجوم. ما كل هذه الأهداف. الله على روعة الأداء. هذه فترة نهاية المباراة وينجح أصحاب الأرض في تحقيق الانتصار. اليوم سجل كبير لا يقدمه إلا الكبار. مباراة كبرى لا تصدق. تألق خيالي وأداء من عالم آخر. هذا المستوى من التألق لا يصل إليه إلا القليلين فقط. الفوز اليوم بالتأكيد سيزيد من قيمة هذا التألق ويجعله في مستوى آخر.